نرجع بقى لماتش النهارده. ماتش النهارده قدام بلدية المحلة وعلى ملعب غزل المحلة. اللي لعب على ملعب غزل المحلة عارف ان ليه طبيعة خاصة. الأرضية صعبة شوية، محتاجة جهد شوية، ولازم بيبقى فيها ترتيب معين وتوزيع معينة في اللاعبين في الملعب. إن شاء الله يكون المكسب حليف النادي الأهلي، مش أول مرة لعيبة النادي الأهلي يلعبوا على ملعب غزل المحلة. النهاردة الماتش الرابع في المباريات المضغوطة الفترة اللي فاتت للنادي الأهلي. فاكرين حضراتكم لما قلنا أول من 10 أيام بالظبط، أول مباراة كانت من 10 أيام، قلنا أربع أيام مضغوطة في 11 يوم بالظبط للنادي الأهلي، نتمنى إن احنا نعدي منها على خير ونحصل على العلامة الكاملة. ثلاثة الحمد لله عدوا وخدنا العلامة الكاملة فيهم، ناقص مباراة النهاردة علشان تكمل تبقى النتيجة إيجابية 100%. نادي الأهلي عايز يواصل طبعا انتصاراته، واحنا يعني ما عندناش رفاهية ان احنا نضيع نقطة. ما عندناش رفاهية ان احنا نضيع نقطة. الضغوط صعبة، الأمور صعبة، ولكن زي ما قلت لحضراتكم الثلاث ماتشات الأخرانيين احنا الحمد لله كسبناهم. إسماعيلي جونة، إسماعيلي 2-1 والجونة 4 والاتحاد 4-1، جونة 3-0 والاتحاد 4-1. فكده احنا حصلنا على 9 نقاط للثلاث ماتشات اللي فاتت، ناقص ماتش النهارده. ماتش النهارده دي الرابعه في خلال ال 10 ايام اللي احنا اتكلمنا فيهم قبل كده. ولكن ما حدش على فكره بمناسبه الاربع ماتشات في 10 ايام قال لك طب هنعمل ايه؟ ما احنا اجلنا لكم كتير، احنا اجلنا لكم كتير. الكلام ده بيتقال ويمكن احنا قلناها بالارقام من حلقتين، وجبنا بالارقام الفرق بين النادي الاهلي اللي لعب في اربع خمس بطولات السنه دي وبين المنافس التقليدي اللي هو نادي الزمالك، اللي بماتش النهارده النادي الاهلي يكون لعب عدد مباريات قده بالظبط. بالظبط. في الدوري طبعا، احنا بنتكلم على الدوري. فهي هي. هي هي بالظبط. طيب ده احنا اللي نقول. احنا عشان احنا اتأجل لنا ماتشات كنا لاعبين يعني في كذا بطوله السنه دي. طب المنافس اتأجلوا ليه الماتشات دي؟ ده احنا اللي بنسأل، مش اللي يقول لك ده النادي الاهلي مش عارف وهو قاعد في البيت بيتأجل له ماتشات. لا، احنا جبناها بالارقام من حلقتين. ده بيسبب ارهاق لعيب الاهلي؟ اه بيسبب ارهاق لعيب الاهلي. ماتش مهم جدا 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 كلنا منتظرينه كجماهير النادي الاهلي، مباراتين الترجي في نهائي كاس افريقيا. ماتش الاولاني السبت الجاي ان شاء الله في الذهاب، والمباراه دي هتتلعب على استاد حمادي العجربي في رادس في تونس. طبعا كلنا كلنا كجماهير نادي الاهلي البطوله الاقرب لينا دلوقتي ايه؟ هي بطوله افريقيا. كل تفكيرنا منصب حواليها. فالمجهود اللي اتعمل ال 10 11 يوم اللي فاتوا دول بما فيهم ماتش النهارده، نتمنى ان هو ما ياثرش على لعبتنا. الحمد لله باقي خمس ست ايام ولا ست ايام بعد المباراه دي، الفرقه هتسافر ان شاء الله يوم الاربعاء، هيكون في وقت باذن الله رب العالمين، بس ان شاء الله تبعد الإصابة. تبعد الإصابة عن لاعبتنا. لاعيبة النادي الأهلي مش عايزة دوافع، مش عايزة حوافز، ولا طبعًا مستر مارسيل كولر. كله بيتعامل مع الأمر الواقع، الواقع على النادي الأهلي.